لقائنا الاسبوعي بالاصول، لقائنا بحضراتكم بيكون على الهواء مباشره خميس جمعه السبت في تمام الساعه 3 ظهرا، والاعاده بتكون الجمعه والسبت والحد في 6:30 من صباح هذه الايام. دايما بنحاول بالاصول ان احنا نرجع تاني بالاصول لكل تصرفاتنا وسلوكياتنا سواء داخل الاسره او في الشارع او حتى في مكان العمل. الخميس اللي جاي بنعود مره اخرى الى زمن الفن الجميل. معانا لما بنقول المعلم هو اكيد محمد رضا، معانا محمد رضا، معانا توفيق الدقن بمصطلحاته الجميله اللي صاحب مدرسه خاصه بمدرسه الشر، الدم الخفيف اللي لا كان في لفظ خارج ولا كان في ايماءات جنسيه ولا كان في الفاظ ولا مشاهد بتجرح الاسره المصريه او العربيه. عشان كده فضل محمد رضا وفضل توفيق الدقن في وجداننا لغايه النهارده. هيكون معانا ماضي توفيق الدقن الخميس اللي جاي مع احمد محمد رضا، ومشوار من النجاح خلفه كثير من العقبات والاخفاقات ماديه وفنيه وانتاجيه، في كثير من الصعوبات الكبيره. بكره معانا حلقه برضو متميزه بعنوان نجوميه فوق السبعين. الفنانة ليلى عز العرب معانا بكره، مشوار طويل بدأ متأخرا لكنه واثق الخطوة كده زي ما بيقولوا من النجاحات. معايا النهارده أستاذتي ووش حلو عليا دايما وبستمتع دايما بحواراتي معاها ولقاءاتي معاها، وعايز أقول لكم إن أنا محروم من هذه اللقاءات التلفزيونية ولكنها الحمد لله مش حرماني أبدا من الجلسات الخاصة في فنجان القهوة في المملكة الخاصة بيها. معايا النهارده الكاتبه الصحفيه والمبدعه، وده بقى الجديد بقى في التايتل، والنائبه البرلمانيه فدا الشويشي. نوراني يا فندم. اهلا بيك، انت اللي منور. ربنا يخليكي ليا. وفعلا ببقى كده عندي طاقه ايجابيه لما بقعد معاكي وبسعد بلقاءاتك. ربنا يخليك، انت كده بتشجعني. سالتك قبل الهوا هل في موضوعات تحبي ما نتكلمش فيها؟ قلت لي لا اسال. صح، اسال اللي انت عايزه. طب نبدا بالسن. طبيعي الرجاله والستات لما بتسالوا عن سنهم وانا اولهم، يعني ما بحبش اقول سني. لا انا بقى انا بحب اقول سني لسبب. ليه؟ ان انا عشت حياتي راضيه عنها الحمد لله فوق ال 80. انا عندي 83. ما انا مش قادر اقول 83. لا 83. طب صغري يعني 30 3 كده يعني. لا ولا 83 سنه. 83. وبعدين يعني في حتى اسمي له قصه مرتبطه بالتاريخ. أيوة. لان امي الله يرحمها كانت عايزه مختاره لي اسم تاني، فلما والدي رجع من الشغل وكل هي راحت بيت ابوها، ابوها كان من اعيان قريه التبين اللي جنوب حلوان، فبص لقاهم كلهم قاعدين كانهم في جنازه، قال لهم ايه؟ قال لسه جرى لها حاجه على امي يعني؟ أيوة. قالوا له لا بس جابت بنت. قال لهم انتوا زعلانين ليه؟ دي الملكه فريده. كانت لسه الملكه فريده. ما اسمهاش على فكره فريده. نعم. هي ما اسمهاش فريده، هو غير صافيناز. صافيناز هو سماها اف فريده، ما عشان كده بقى. فانت مسميه على اسم الملكه. على اسم الملكه فريده. فحتى مره كنا في باريس والملكه فريده كانت في معرض الفنان فاروق حسني رسمي يعني. فعلي جوزي الله يرحمه قال لي روحي قولي لها انك اتسميتي على اسمها. قلت له يا شيخ حرام عليك هتحبطها، ده انا شعري كله رمادي. اقول لها اتسميت على اسمك؟ فرحت سلمت عليها، بس كانت ست الله يرحمها لذيذه جدا 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 ومتواضعه واصيله وفنانه. فنانه كانت بترسم كمان. بالظبط. طب واحنا قاعدين مع بعض قبل الهوا كنت بسالك على الاسبوع اللي جاي، بقول لك الخميس الجاي اعمل حلقه عن توفيق الدقن ومحمد رضا، فقلت لي الله. طبعا. لان دول زي ما انت قلت في الاول دول نموذجين من السينما ايام الفن ما كان فن. يعني تجسيد لقيم في المجتمع المصري. يعني توفيق الدقن كان دمه خفيف بس كان دايما مقالب ودايما سخريه. محمد رضا الله يرحمه هما الاثنين يعني كان مثال ابن البلد. اللي هو جدع بسلبياته وبايجابات ايجابياته يعني. فدول فضلوا نموذجين لانهم نموذجين نماذج اصيله للمجتمع المصري، ففضلوا مغروسين في قلوبنا. طب وقبل ما نتكلم عن الصعيد، وانت امراه عشان كده سمينا الحلقه النهارده امراه من زمن الحب، امراه من الصعيد الجواني زي ما بيقولوا الصعيديه بالاساس،
وانا بدردش معاك واحنا بنجهز للحلقه دي في الاسبوع اللي فات مع حضرتك، قلت لي الفن زمان كانت الام بتقول ايه لابنها لما يجيب لها مال حرام؟ لما يجيب لها مال حرام تقول له لا حد الله ما بيني وبين ملك الحرام، وترفض. الافلام بقى الحديثه الحلوه اللي بقينا فيها القيم الجديده تقول له ايه ده؟ ما سرقتش غير دول بس، لا هات تاني. انت عارف في حاجات كتير اتغيرت. ليه؟ لان احنا بقى مهتمين بالمظهر مش بالجوهر. احنا في الستينات وما ادراك ما الستينات كنا بنهتم بالجوهر. محدش كان بيقول للتاني انت لابس ايه؟ انت بتاكل ايه؟ انت ازاي؟ انا قريت من كام وقت كده حاجه فزعتني، انه طبيب كان بيعمل عمليه لفنانه محبوبه وانه غلط عشان ما قالش قبل ما يبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايش عرفك انه ما قالش؟ يعني هو مضطر لما يقول في قلبه، يعني ايش عرفك مثلا انا وانا خارجه بقول ايه من بيتنا؟ وايش عرفك قبل ما انام بقول ايه؟ وش ايه ده؟ يعني دول حطوا نفسهم، نصبوا انفسهم، مش اوصياء، نصبوا انفسهم الهه، مع انه واحد يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. الصدور دي مقفوله علينا. انت ما تقدرش تعرف انا بفكر في ايه الا لما اقول. أيوه. ويكون عندك تجربة، هل أنا كذابة ولا صريحة كمان، يعني في كذا. أيوه. حاجة. أيوه. لكن الناس اللي تيجي تقول لك ما قالش إيه ده؟ إيه ده؟ إيه؟ في إيه؟ يعني حاجات وبتحكم عليه إزاي؟ هو لازم لما يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك تعالى يا باشا اسمع، لأن أنا بقول لك أنت ده بيقول لربنا. طب لو بنتكلم عن الصعيد بعادات والتقاليد وبرنامج اسمه بالأصول، وحضرتك هنا بقى إيه أقدر أقول لك كده خلطة ما بين الصعيد بعاداته وتقاليده بالقاهرة في جمالها في الخمسينات والستينات، ثم باريس بسحرها الجذاب طبعا، ثم العودة مرة أخرى إلى القاهرة. التوليفة دي عملت معاكي إيه مع عاداتنا وتقاليدنا بقى؟ نبدأ بالصعيد. الصعيد أنا من أسيوط. أبويا من أسيوط. أسيوطية وأنا أسيوطية. أسيوطة بيقول عليهم أسيوطة. وكان حتى لما يجي يقول لي إحنا بين بلدنا، أبويا كان من القوصية. ايوه. والزعيم عبد الناصر من بلد اسمها بني مر. فكان يقول لي على فكره احنا بيننا وبين بلد عبد الناصر ثلاثه ساغ او ثلاثه تعريف حاجه كده. يعني بيحسبها بثمن التذكره مش بالكيلومتر يعني. ايوه. فانا فاكره الكلمه دي، لكن انا اللي عايز اقوله ان الصعيد يعني في كل القيم المصريه الاصيله. في انك انت لو في حد مثلا محتاج تلاقي كل الناس جنبه، لو في حد بيعمل فرح كل الناس بتهنيه، لو في حد مثلا يعني جاله مصاب او فقد عزيز، اللي هي شهامه القرى بقى والصعيد. يعني في يعني ما شفتش حد مثلا انا في اسيوط كلها ما شفتش حد بيتسول مثلا. يعني كان في حته ان الغني بيدي الفقير، الكبير العيله بيصرف على الناس اللي في العيله الغلبانه، في تكاتف وفي يعني تعاطف مع كل الناس. حتى لو حد كان، لو واحده ست او لو واحد راجل كبير في السن عايز يعدي، تلاقي كذا شاب بيساعدوه. طب لو بنتكلم هنا بقى عن فريق الشبيشي الصعيديه، اللي قبل ما اقول قررت انها تسيب عيلتها عشان تتجوز شبيشي، انت قابلتيه فين؟ يعني بنت في الصعيد، واحنا عارفين وانا برضو من الفلاحين يعني الشرقيه، عارف يعني ما فيش الحريه بالذات في سننا الكبير ده شويه اللي هو كان زمان، انك تخرج من البيت ويبقى في انجاجيه كده بقى وماشيين على الترعه بنتفسح، ما فيش الكلام ده. انت قابلتي؟ لا مش ترعه. انا كنت في شركه، انا عرفته في شركه اسمنت بورتلاند ترع. تمام. انا رحت اشتغل وانا عندي 16 17 سنه، لانه قطعت دراستي، كنت بدرس مدارس فرنساوي عشان والدي الله يرحمه راى انه انا كفايه كده ما اقدرش يدفع ويدفع لاخواتي. فرحت لجدك وهو اللي تكفل بال جدي؟ لا ده جدي في المرحله الاولانيه اول ما بابا فلس. قال لها خلاص اعديها وديها الخياطه عليا اتعلم الخياطه. فجدي قال لها لامي، قال لها دي تشيليها دي هي اللي فيهم. انا كنت بطلع الاولى بفترة في المدرسه الفرنساوي بشكل غير ما انا نفسي مش عارفه ازاي. هو يبدو انه كان عشان كان عندي ذاكره يعني. كان الله يرحمه علي حبيبي يقول لي انا هتجنن،
انا بفهم قانون احسن منك 10 مرات وانت بتجاوب احسن مني. قلت له بجاوب احسن منك عشان الكتاب قدامي، انا ذاكرتي 1000 صفحة قانون بعد كده لما رحت الحقوق، يعني شايفه الكتاب قدامي عندك اللي هي الذاكره البصريه بتشوف شكل الصفحه ما بتنسيش. هي راحت مني في الوفاء التراجيديه بتاعت فاتن الشباشي اللي كانت حب انسانه ليا، اخت علي اللي هي مرات عبد الرحمن الخميسي وام خالد وهند اللي انا بعتبرهم ولادي يعني. تمام. فرحت تشتغلي عندك 16 سنه. فقابلتيه. رحت اشتغل قابلته شفته كده يعني، هو كمان كان ايه؟ هو يساري. فقرر ان هو ما ياخدش مصروف من عيلته، عيلته عيله ارستقراطيه. كانت موضه في الوقت ده. الشباشي ده اسمه هو مش اسمه. ما انا عارف. انا طبعا. فكان يعني جاي عشان يبقى هو بيكسب مصروفه. تمام. يعني مصروف ايده يعني. شغل بقى انت عارف اليسار بتاع زمان. الفكر ده فيه كان فيه ولاد بشوات حتى تنازلوا. أيوة. عن ثروات اهاليهم. ايوه ما هو كان معاه ولاد بشوات في نفس المجموعه بتاعته يعني. فالمهم انه انا سنه 56 انا دخلت الشركه 55 عندي 17. تمام. 56 كان عندي 18 سنه. فجه في يوم انا كنت معجبه بشكله. شكله حلو، بيتكلم حلو، بيتكلم فرنساوي وطبعا كمان انجليزي هايل بتاعه يعني بتاعه والعربي. في يوم من الايام بس ما انسقتش ابدا لفكره ان احنا ممكن نرتبط عشان اختلاف الديانات. فالمهم ان هو في يوم من الايام كان جه سلم عليا. قلت له انت ايه رايح فين؟ قال لي لا اصل انا رايح تويحر. قلت له ايه تويحر دي؟ قال لي تويحر دي حته جنب الاسماعيليه مع الصاغ كمال رفعت، كلنا فدائيين اتطوعنا عشان. فطبعا دي كانت شراره الحب اللي ملهاش حل. بلد البلد عشان كده. في كان في كذا فدائي غيره هيك رسم عليه من الاول، يعني انت معجبه بيه من البدايه. معجبه بس كده بس. ما فيش في دماغي، ما فيش بقى الحب بقى. الحب لا الحب جه مع الحب ده جه امتى بقى؟ جه لما قال لي انا رايح متطوع. تمام. فدائي. تمام. كويس؟ ايوه. زي ابويا عمري قال يعني قال عباره ما بنساهاش رغم ان بقى لها 100 سنه يعني. انما لما اخويا اللي ورايا على طول كان عنده 16 سنه وهرب من البيت وراح اتطوع فدائي في مدرسه حلوان الثانويه، احنا كنا في حته اسمها عين حلوان. ايوه. فامي قالت له الواد فين؟ روح دور عليه. راح دور وجه ما فيش الواد. قالت له ايه ده في ايه؟ قال لها ده اتطوع. ما لقيتوش؟ قال لها لا لقيته في حلوان الثانويه اتطوع مع الفدائيين. اتطوع مع الفدائيين؟ يا خبر وبتاع. قال قشط. قالت له الواد يموت. قال لها هو احسن من اللي ماتوا في سينا؟ شوف انت لما تسمع دي بقى وانت عندك 17 18 سنه. ايوه خلاص هو قالك انا رايح يعني فدائي، رجع لك بقى بالسلامه. رجع لي بالسلامه بس كان في بقى حاجه حصلت. حاجه حصلت. فانا قاومت. وكنت وهو كان حاسس ان انا بقاوم. فجه في يوم من الايام واحنا ماشيين في حلوان قال لي على فكره كنت عايز اكلمك في حاجه. قلت له ايه؟ قال لي فلان الفلاني واحد الله يرحمه كان محامي صديق لينا يعني. بيحبك وقال لي اقول لك يعني. قلت له لا انا ما يعني عايز اتجوزك. قلت له لا. قال لي ليه؟ ده غني ومثقف وشكله حلو. قلت له طيب في 10 مليون في مصر غني ومثقف اتجوزهم كلهم يعني؟ يعني ازاي يعني؟ فسكت شويه كده وقال لي طب انت عارفه ان انا معجب بيكي؟ قلت له وانا كمان. قال لي وعارفه ان الاعجاب ده ممكن يتطور الى حب؟ سكت. قال لي طب وان انا فعلا بحبك؟ قلت له وانا كمان. ده ايه الجمال ده؟ شعورك ايه وانت بتفتكري الذكريات الحلوه دي؟ لا شعوري انا سينما قدامك. انا كله عايشاه زي ما هو كانه لسه موجود. انا هو بالنسبه لي يعني كان قاري مخي يعني حتى لما اكتب مقال فيقول لي يقرا المقال كده يقول لي هو حلو بس الحته دي عايزه اضاءه فعلا زي ما بيقول لي قاري مخي. وبعدين هو اللي صنعني على فكره لان انا كنت متعلمه فرنساوي وبكتب فرنساوي ما بكتبش. هو اللي قوى اللغه العربيه بتاعتك. مش قواها، ده هو اللي خلاني اتعلمت لغه عربيه. هو طيب يعني بمساعده من المباحث لان هو كان معتقل.
فالمباحث قالت ما فيش بقى فرنساوي، تكتبه بالعربي. كمان بالعربي. قعدت اعيط. فقال لي اتعلمي عربي، مش تتعلمي يعني تجيب واحد يبدا، تدخلي مدارس. دخلت لغايه ما خلصت ليسانس حقوق. لغايه ما خلصتي بقى. طب يعني معانا مجموعه من الصور هنتكلم عنها، بس خلينا نتكلم برضو يعني زي ما قلت كده، اتعودت اقول الكاتبه الصحفيه الاديبه المفكره، وكنت بعمل حلقات بقى وعملت ابحار في فكر فريش وبيش، ولكن النائبه البرلمانيه كلميني شعورك ايه وانت على المنصه؟ وموضوع اكبر سنا ده مش فارق معاكي، ان الناس كلها عارفه ان انت اكبرهم سنا. قلت لهم فضحتوني. وقلت لهم كده. شعورك ايه وانت قاعده على المنصه؟ ودي لي كده قانون بتتمني قبل انتهاء الدوره دي اللي هي 5 سنين انك تساهمي ولو بشكل كبير في اصدار قانون. نعم. ايه هو القانون؟ طبعا ده؟ انا لما قعدت على المنصه حسيت ان ده تكريم من ربنا ومن بلدي. في يعني في مشواري قرب نهايته دلوقتي، ان انا يعني ابقى اول امراه تدخل التاريخ المصري برئاسه البرلمان. لا دكتور، انا نصير برضو في الدوره اللي فاتت كانت رئاسه الجلسه. ما ترقصتش. اكبرهم سنا. لا ما بس لا جه حد. لا هم اللي كاتبين ان اول مره. ما هم يعني المهم. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بحس ان احنا بلد يعني فيها كفاءات وفيها عبقريات قانونيه. محدش يقدر ينكر يعني. فبحس ان احنا في، وشفت دلوقتي بعد الخبره، ان الامور اللي بتطرح في البرلمان في منها امور هايله وكويسه. القانون بقى يعني بتحلمي بايه؟ لان لما تيجي تقولي كده في حياتك انا ساهمت في كذا، قانون ايه؟ انا بحلم بقانون يحقق العداله الاجتماعيه. وانا شايفه انه مصر دلوقتي ماشيه في هذا الطريق. يعني ماشيه في طريق توفير سكن محترم، توفير حياة كريمة، إعادة بناء مصر تاني زي ما الشرايين بتاعت الجسم كده في كل حتة، انتشال الساكنين في المناطق العشوائية. صار كان في منطقة اسمها بطن البقرة وناس ساكنة فيها، ايه ده؟ يعني الرعاية الصحية، التعليم والاهتمام به، يعني في مصر بترجع لمكانها ومكانتها. أي ولكن قانون بعينه، انت عايز تقولي في النهايه مجموعه من القوانين بتؤدي في النهايه الى العداله الاجتماعيه. ايوه. لما انت ما فيش قانون هاجس كده بينك وبين نفسك عايزه تساهمي في اصداره، ما فيش قانون بعينه. لا شوف، في اكتر من قانون. انا اساسا عندي عايزه العداله الاجتماعيه تتحقق على بلدي، على الارض نفسها. لكن عندي مثلا يعني القوانين اللي هي بتظلم المراه المصريه. المرأة المصرية انت شايفة انها مظلومة؟ نعم. انت شايفة ان المرأة حتى الآن مظلومة؟ الى حد كبير. قبل بقى ما نتكلم عن ده، كلميني برضو عن اللي احنا ناقشناه سوا. لما اتجوزتي جوزك ومن عيلة كبيرة، وانت برضو سايبة بيتك، عشان احنا بنتكلم مع البنات والشباب اللي بيتجوز جديد، قلت لي حضرتك كنت نايمة فين يا فندم لما اتجوزتي؟ كنت نايمة على الأرض. تاني يا جماعة، بس يعني نايمة على الأرض. أيوه، لأن لما اتجوزنا احنا ضد، عشان كده بقول لك احنا ما كناش مظهر، كنا جوهر. يعني انا لما بلاقي الوقت الغريمات، يعني رغم ان انا برسي لحالهم يعني، بس مش متعاطفه، معلش هتشتم. انت برغم ان انت نائبه برلمانيه. مش متعاطفه، لا، لان انا وجوزي لست متعاطفه مع الغريمات. علي الشباشي اللي جده كان اول نقيب للمحامين في اسكندريه، وابوه كان وكيل وزاره، ووالدته كانت بنت واحد اقطاعي كبير قوي من ورثنا، كان عنده عزبه، ورثت منه عزبه. يعني عايز اقول لك انه كان يعني عايش في مش عارف ايه. لكن لما جينا نتجوز ما كانش معانا، رحنا نسال على اوضه نوم قالوا لنا مش عارف 240 جنيه ولا ايه، ما معناش هنستنى بقى لازم اوضه نوم واوضه بقى. لا، اشترينا مرتبه ونمنا على الارض. فهي الشباشي حينما تزوجت كل ما تمكنت من شرائه مرتبه ونمت على الارض. بالظبط كده. وما اتدينتش. ما انت عارف ابويا كان دايما، ما جبتيش بقى اللي هو النيش ولا 19 ملايه. لا ايه ده؟ ومديونه. ابويا كان دايما يقول فقر بلا دين هو الغنى الكامل. ممكن يا جماعه نكتب الجمله دي بس، فقر بلا دين هو الغنى الكامل. هو الغنى الكامل. فحضرتك اتجوزتي ونمتي على مرتبه عشان ما تتدينيش. طبعا. عشان كده انت ضد الغريمات اللي هي بتقتضي على نفسها. وجبنا كل حاجه حاجه بحاجه. يعني جبنا اوضه نوم، وبعدين جبنا ادوات مطبخ،
على فكرة أنا لما اشترينا ثلاجة بالقسط كان كله صناعة مصرية في المصانع الحربية، البوتاجاز والسخان والثلاجة وكله. فكان عندنا الله يرحمه الأستاذ صلاح أبو سيف مرة بيقول الله جبتوا ثلاجة، قلت له آه، قلت له النبي تفتحها، قال لا، قلت له النبي تفتحها يا أستاذ صلاح. ففتحها مات من الضحك، كان فيها إزازة مية وحتة جبنة، بس مش مهم، المهم إن إحنا جبناها بعرق جبيننا. ده بيعمل ايه؟ يعني ده بيصنع ايه في يعني لو بيتكلم النهارده البنت تقول لك لا لا انسى، انا لا هكافح، انا لا بتاعت كفاح ولا نطاح، انا عايزه عريس يهيئ لي حياه كريمه زي ما كنت عايش في بيت ابويا، ما يبهدلنيش. وبتطلع الفتاوى تقول لك ايه، لا ده انت مطالب لو ماديا تجيب لها شغاله، وانت مش مطالب انك تخدميه، وانت مش مطالب تاخد مش عارف مرتبها. الفتاوى دي بشوف انها بتقسم طبعا. بص اقول لك على حاجه، الفتاوي من نص السبعينات كل شغلتها انها تشرذمنا. يعني اولا الكلام ده على مسؤوليتك انت. نعم، الكلام ده على مسؤوليه حضرتك. ايوه، على مسؤوليتي انا بكتبه. الله، انا عشت لما كنا ولا عمر حد عارف مين، والله العظيم ولا حد عارف مين قبطي ولا مين مسلم، مين غني ولا مين فقير. زي ما بقول لك كان في تكاتف وفي تعاطف وفي في انسانيه. طب الفقر ده ليه ما قتلش الحب؟ يعني دايما يقول لك الحب وحده لا يكفي، الفقر اذا دخل من الشباك هرب الحب من البيت. لا لا، ازاي؟ شوف كل ده كلام، انا بتكلم على تجربتي. انا تجربتي ان انا حبيت واحد، انا كنت بلاقي الشخص ده هو الوحيد في العالم اللي ممكن اقبله، ده الوحيد، غير كده لا، محدش يقدر يلمسني. انا كان كل الرجاله التانيين اللي موجودين اخواتي. يعني هو ده الراجل اللي كنت بقطع 1000 كيلومتر وشوية من القاهرة للواحات الخارجة عشان أروح أخده في حضني كده وياخدني في حضنه وأبوسه وأرجع تاني لما كان معتقل. عشان كده ما اتجوزتيش بعد وفاته؟ لا ما اتجوزش، محدش يعني. أنا جالي انهيار عصبي بعد وفاته وتعالجت في فرنسا لأن عندي تأمين صحي، بدل ما يقر ويقول لك راحت فرنسا. يعني اللي ما يعرفوش بقى إن ضفت الكريمة كانت عايزة تشتغل ممثلة، وكان هتاخد، انا بقول لك بقى ده القصص اللي محدش يعرفها خالص. وكان دورك دور نفيسه اللي هو في بدايه ونهايه، اللي كان معروض على فاتح حمامه العانس ورفضته فاتح حمامه. فما بين بقى سناء جميل وفاتح حمامه كانت فريده الشباشي. كنت هتشتغل ممثل؟ انا صح، انت كنت عايز تشتغل ممثل؟ ايوه كنت عايز امثل الدور ده، مش يعني ما فيش في دماغي ان انا يعني قصدي اسيب شغلي واروح لا. بس كان في دماغي ان الدور ده انا كنت مبهوره بيه ومبهوره بالقصه بتاع بدايه ونهايه. يعني كنت هتمثلي ده وتقعدي في البيت ولا كنت هتشتغلي ممثله؟ لا انا امثل الدور ده وما اقعدش في البيت. انا ضد القعاد في البيت. تمام. انا بشتغل من وانا عندي 9 سنين. انا قلت لك قبل كده لما بابايا حصلت له كارثه وفلس، انا كنت بشتغل وانا عندي 9 سنين. يعني انا من المهدي الى اللحد وانا بشتغل. وبتفتخري بده؟ ايوه بفتخر، لانه حققت. يعني انا بقول انا مثلا في حته ان انا ما عشتش طفوله، طفولتي اتسرقت، لكن عشت الاستقلال الاقتصادي والكرامه الاقتصاديه، ان انا ما مدش ايدي لحد. الدور ده راح منك ليه بقى؟ ليه سناء جميل راح لها دور نفيسه؟ انا قلت بقى الاستاذ نجيب محفوظ، الاستاذ نجيب محفوظ على فكره كان قال عني ان انا اخطر موهبه ادبيه في الستينات، دي حاجه. الحاجة الثانية، أنا ليا قصة في مجموعة عبارة غزل اسمها هدية بابا نويل. في ناس كتير من اللي كانوا بيحضروا ممكن يكونوا لسه شاهدين، ربنا يديهم طول العمر، بينهم الأديب الأستاذ يوسف القعيد. الأستاذ نجيب محفوظ بكى لما قرأ القصة دي، لما قريناها في الندوة، يعني المهم. فأنا قلت له أنا هتجنن عايز أمثل نفيسة. قال لي طب خدي أهو صلاح أبو سيف في شارع شريف كان، وإحنا كنا في شارع رشدي، يعني يا دوب انزل كده وامشي حته صغيره. رحت للاستاذ صلاح ابو سيف وقلت له على الحكايه. قال لي اه بس للاسف، هو كان ياسف. استاذه سناء جميل خدت الدور، هي اللي هتعمله. قلت له سناء جميل على راسي بقى، دي سناء جميل لان عبقريه كانت يعني، وعملت الدور بعبقريه. فالمهم قعدت اتكلم معاه، وبعدين فكرتني انت دلوقتي بحاجه، ان انا قلت له استاذ صلاح انت قريت قصه حب بتاعت يوسف ادريس؟ قال لي لا. قلت له اقراها. اقراها، عملها فيلم لا وقت للحب بتاع فاتح حمامه ورشدي اباظه، قصه تجنن. فلما عمل الفيلم قال لي عارفه الفيلم هينزل وهينزل معاه الناصر صلاح الدين، عارفه لو الفيلم سقط؟ قلت له قال لي هخنقك.
ونجح نجح, نجح الحمد لله. يجنن فيلم يجنن. نعم. وناصر صلاح الدين كمان حلو قوي. طيب قبل ما نتكلم عن الفن خلينا نتكلم سريع عن الاعلام. يعني حضرتك نائبه برلمانيه وبتشاهدي الاعلام وبتشاهدي المسلسلات والفن, الجو انت شايفاه ازاي؟ واجل عن بلاش ناخد حاجه لوحدها, انت شايفه عموما ما يقدم في السينما في المسلسلات في الاعلام؟ نعم. نوعيه دور المذيع انت راضيه عنه ان هو بيحلل ولا عايزه المذيع بتاع زمان اللي هو يبقى قارئ؟ لا مش عايزه المذيع بتاع زمان, عايزه المذيع بتاع دلوقتي بس يتكلم عن دلوقتي ما يتكلمش عن نفسه. انا هقول لك على حاجه, ما يتكلمش عن نفسه. احنا كل واحد يقعد يتكلم عن نفسه ان هو عظيم وان هو هايل وان هو ما فيش منه وان هو عمل وان هو سوى وانه هيعمل وانه لا خد بالك الكلام ده انا ما بحبوش. ده مش الاعلام اللي انا بحترمه ولا اللي بحبه ولا موجود بره ولا المدارس بره موجود. انا بقى 27 سنه بشتغل بره. هقول لك الملخص اللي هو كل واحد يفكر ويقول لي اذا كان عندي حق ولا لا. انا الحاجه اللي قد كده دي كده خلت اسرائيل تهتز وتيجي تقول الست دي تمشي. يعني واحد زميلي موجود لسه في فرنسا قال لي فريدة عليكي, هو لبناني, عليكي فيتو اسرائيلي بدهم اياكي تمشي. من ضمن بقى ال ال برغم يعني انت كنت بتقري الخبر او بتحرري الخبر بس بتعرفي تحرريه بطريقه. انا كنت امينه في نقل الخبر. تمام. وبديل المتلقي وهو اللي يقرر بقى ياخد موقف ايه يعني. بس انا كنت يعني امينه يعني. بمعنى ايه؟ معنى مثلا الحاجه اللي انا فاكراها واللي عملت لي حكايه وعملوا معايا تحقيق وكده, انه اسرائيل مثلا قالت ان احنا ضربنا وكر ارهابي واسفر القصف عن سقوط 15 ارهابي قتلى مثلا يعني. ها, فانا بقول الخبر, بقول اسرائيل قالت كذا, بس فلسطين ليها وجهه نظر برضو او ليها الخبر بتاعها. فلسطين بتقول, جهات فلسطينيه, انه من بين ضحايا القصف الاسرائيلي الارهابيين دول 3 أطفال رضع مثلا يعني, وطفلتين في الخامسه من العمر وبتاع. انا بقول بس كده. وانت بقى كمتلقي تقديم الخبر ده وتقديم مع الخبر ده الاثنين مع بعض. شوف انا اترفدت من شغلي في مونت كارلو عشان حاجتين, عشان رفضت اعمل انترفيو مع شيمون بيريز, وعشان رفضت افوت سلمان رشدي اللي شتم الايات القرانيه في كتاب بتاع ايات شيطانيه. الاثنين دول رفضتهم وعامله كتاب انا اسمه كاتم صوت فيه كل الوثائق اللي انا بكلمك فيها وفي الحمله اللي طلعت عليا. ما زال برضه هناك حملات يعني. انا حملات فظيعه. بس انا مؤمنه. اخرها بقى. نعم. اخر حمله كانت يعني كنت انت طرف فيها والحمد لله وببارك لك مبروك على البراءه, القصه الاخيره بتاعت ابن حضرتك دي البعض دي يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. وانت قعدتي لمده شهر ابنك الوحيد متهم بالتحرش. اللي انا عارفاه وعارفه متربي ازاي. يعني ابني ده لما والده مات وبعدين كل الاقلام المحترمه والكبيره كتبت عنه, فقال لي ده احسن ميراث كان ممكن ابويا يسيبه لي. قلت له شوف يا نبيل, امك هتسيب لك نفس الميراث. حضني وبكى وقال لي عارف. انا دي بالنسبه لي اهم حاجه. نعم. يعني دي اهم حاجه يعني. انا اخدت الخبر ده ازاي؟ يا طبعا نبيل الشباشي يعني كان مذيع معروف تلفزيون المصري قارئ نشر باللغه الانجليزيه 20 سنه ودلوقتي ماسك فرانس فانكات في باريس. ايوه هو نائب المدير. اخدت الخبر بقى باتهامه بالتحرش. انا بص انا خدت الخبر باستخفاف في الاول. البت يعني قلت دي معتوها يعني. نعم. لانه يعني مش هي, هو هي كانت متهمه واحد تاني كمان. بس نبيل تحرش جنسي والتاني تحرش لفظي. المهم انه انا امتى بقى بديت اقلق. يعني هي البنت دي من المغرب, فهي عملت الشكوى بعد يومين قنوات الاخوان, واحد اسمه زوبع. أيوة. قعد بقى عمل طنطنه ونبيل ابن الشباشي. فريدة الشباشي. ابن فريدة الشباشي اتفرجوا بقى. ايوه بالظبط بقى. يعني انت لبستي الموضوع عشان هو ابنك بالظبط كده. فانا فترعبتي. الحاجه اللي قلقتني انه لا, حتى نبيل ساعتها قال لي يعني واثق من نفسه واسيبهم. قلت له اوعى, لازم تثبت البراءه الاول. انت عارف ان انا محاميه في الاساس. ايوه. المهم فاللي حاصل بقى انه انا لما لقيت زوبع مزقطط وعامل هليله فربطت, قلت هو عارف منين؟
اكيد البت قالت له او اللي بيشغلوها او اللي دفعوها على لان الميديو. الموضوع برضو مش قريب مننا ولم تتناوله الاخبار ولا الصحف ولا المواقع. لا. ما كانش حد يعرف. ودي اول مره على فكره تتكلمي فيها. طبعا يعني اول مره لله. اول برنامج تتكلم فيها الاستاذه فريده. بالظبط. المهم انه القناه بتاعته جابوا جهه تحقيق محايده من بره عملت تحقيق. يمكن الكرسي اللي في فرانس فان كاتر ما لقوش كرسي يأيد كلامها. يعني كل القناة كانت بتشيد بأخلاق نبيل وبتصرفاته بأنه محترم وإلى آخره. وطبعا عملوا عمايل عشان أي حق يعني هي البت يعني يعني المهم. فطلعوا بقى نتيجة التحقيق أن نبيل ملوش أي علاقة بالموضوع. وعودته إلى مكانه مرة أخرى. أيوة. بكل صلاحياته. وباعتذار. و هو قال لهم بقى انا مش هرجع لازم يعني البنت دي هرجع. قالوا دي مختله نفسيا يعني وحرام. ما اعرفش انا دلوقتي هو قراره ايه لسه. انما اللي انا عايز اقوله انه يعني لا يصح الا الصحيح. يعني شوف دول جابوا اخوان والبنت اخوانيه اكيد ومش عارف ايه. مؤامره يعني مؤامرة. ضد فرقه الشباشي بالاساس. هو عايز يعني اجي رمز 30/6 رمز اللي بيدافع عن الجيش والدوله بيحطمها بشكل او باخر بتسويق سمعه ابنها. انا زي كنت لسه بقول لك انا القضيه بتاعتي بتاعت الفصل دي قعدت 10 سنين. دي اطول قضيه عماليه في تاريخ فرنسا. ما لقوليش هفوه لا مهنيه ولا خلقيه. الحمد لله. طيب 10 سنين كل مخابرات الدنيا اللي بتسمع عنها اشتغلت. ما عرفوش يوصلوا لك بقى حبوا يضربوكي من ناحيه ثانيه. والحمد لله ان هو يعني طبعا بارك طبعا الاستاذه فريده والاستاذ نبيل. نتكلم بقى في المجتمع وهيك نائبه برلمانيه وكاتبه صحفيه وفي المجتمع وبتشوفي الناس. ايه اللي حصل لنا؟ يعني ايه اللي حصل فجاه كده مجموعه من الجرائم بدا حتى اللي يتابع الفيسبوك يبتدي يتريق يقول للست لو انت ليكي طلب من جوزك اطلبيه اليومين دول. الراجل بينام وحاطط مطافي في صدره في الجهاز العروسين حاطين السكاكين والمطاوي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في استهزاء بالروح الانسانيه. استهزاء بالانسان. هقول لك ليه. انا لما اكون قاعده بتفرج على شاشات التلفزيون والاقي واحد ماسك سكينه وبيذبح بني آدم يقول الله أكبر. أنا كده يعني أنا مش فاهمة اللي سمحوا بأن التلفزيونات توري المشاهد دي. أنا مش قادرة أفهمهم يعني. يعني حكاية الذبح بقت حاجة بسيطة قوي. وأنا أحكي لك حكاية فيها حاجة تضحك وحاجة تبكي. أنا كنت في فرنسا من حوالي سنتين قبل الكورونا على طول بعمل تجديد يعني كشف دوري عشان حاجة لازم كنت أعمل كشف دوري. وزي ما قلت لك عندي تأمين صحي. فبدي للراجل الجواز السفر. فبص في الجواز وبص لي وضحك. قلت له أنت بتضحك ليه في حاجة؟ قال لي لا أصلك ما تديش سنك. قلت له ميرسي وبتاع ضحك يعني كومبليمون بقى. كومبليمون. وبعدين من غير ما بدون بهبل يعني بقولها له كده قلت له الله أكبر. لقيت كلها كل الناس اللي حواليا قلت ايه دول اللي خلوا لما حد يسمع الله اكبر ينتظر عمل ارهابي؟ مين دول؟ جولنا منين؟ انا رايي ان دول اعداء للاسلام واعداء للشعب العربي. ولن انسى الكلمه اللي قالها الاستاذ احمد بهاء الدين ويوميها انت عارف اللي هو الله يرحمه الف رحمه كان عف اللسان لما وصف فيها كيسنجر. قال هذا الصهيوني الحقير. قال ايه الصهيوني الحقير؟ الأكبر ضمان لبقاء إسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية. تحولتي الموضوع السياسي ليه؟ احنا بنتكلم الراجل بيرمى مراته من البلكونه. لا كله مرتبط ببعضه كله. والست ولعت أيوة هو مرتبط وخلعت سنانه الحاجات دي كلها ده أيوة لأنه إحنا السياسة هي اللي عملت فينا كده. هو هقول لك أنا على حاجة. أنا ما كنت في باريس في رمضان سنة 2015 مع صديق الله يرحمها شمس الإتربي. جبنا باقة بنتفرج على المسلسلات. أنا كتبت مقال في التحرير قلت هي دي مصر يا عبلة بعلامة استفهام. أنت لما تشوف المسلسلات بتاعتنا وقتها يعني الحمد لله جالنا بعد كده الاختيار والممر تشوف المسلسلات دي تطلع بالخلاصة دي إن جميع رجال مصر قواديم وجميع نساء مصر عاهرات وجميع شباب مصر منحرف. ده اللي أنت بتشوفه.
انت بتشوف ذبح وقتل. انت شفت دلوقتي مسلسل في اللي فاتوا دول من غير قتل وذبح لا انا هستاذنك كمان على الفيسبوك يعني والستوري كله جاب هو بيذبح الخروف والدم طب يعني ده مش واحد، ده كل من قام بالاضحيه مصور نفسه بيذبح الخروف ويطلعها. طب ليه؟ يعني انا مش فاهم ليه. ما هو كده. طب بتذبح خروف بشع، لكن لما بتذبح بني ادم اكثر بشاعه. مظبوط ولا لا؟ وبعدين انت ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت بتذبح واحد وتقول الله اكبر عشان هو مختلف معاك في الدين، دي حاجات كانت موجوده قبل كده؟ ما كانتش موجوده. كانت موجوده ولا لا؟ لا ما كانتش موجوده. ما كانتش موجودة. يبقى ما تقوليش السياسه، لا هي السياسه يعني اللي عملت فيها كده. العنف اللي حصل ده نتيجه ان احنا اتعودنا على الدم وتعودنا على عودونا مش اتعودنا. احنا لغايه انا لما كنت بشوف حد ما اقدرش اشوف حد بيذبح فرخه كان يغمى عليا. انا مره دخلت العياده عندنا في الشركه بتاع الترى لقيت واحد بيعمل حقنه في العرق وفي دم، اغمى عليا وانا واقفه. ايه ده؟ احنا مش كده. فما بالك ده، طب ده طب بقى، لكن ما بالك لما يبقى بيفتخر بالذبح. طب المشاكل اللي بتحصل لنا بس عايزه والنبي اقول على حاجه عشان الناس تفهمني اكتر. كان في راجل اسمه عباسي مدني في الجزائر، هو كان بادئ من الحركات الارهابيه دي. فمره حط قنبله في مترو، ولما حط القنبله في مترو اتفرتكت، فكان في بيبي حبيبي. تخيل انت بقى لما تبقى في فرنسا وتشوف المنظر ده على طول، تحب ده، تحب الناس دي ازاي؟ ايه يبقى فكرتك عن الاسلام اللي مش هو ده خالص كده يعني؟ يلا طيب. انا هنطلع فاصل سريع، بعد الفاصل مكملين مع الازمه اللي واحنا في الصيف وكل الناس بتطلع في الساحل في السخنه في الاوتيلات، مساله البكيني والبوركيني بيشوفوا ازاي ضيفتي الكريمه، بالاضافه ايضا الى مجموعه من الصور الخاصه جدا بيها مع نجوم العالم مع رؤساء دول ومع مسؤولين ومع صحفيين. هنتكلم كده واحنا بنقلب الصور دي وذكرياتها مع هؤلاء. كل هذه القضايا الخطيرة جدا، كل صورة منها بتعبر عن قضية، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا حتى النهاية مع امرأة من زمن الحب. قبل ما يترشح للرئاسة قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى. فأنا بشوف دلوقتي كل اللي احنا فيه ده ترجمة لهذه العبارة، وأنا مستعدة لآخر يوم في عمري أمشي في الطريق ده، مصر القوية. هي الصدفة طبعا ان احنا يعني معانا ضيفتي الكريمة في شهر يوليو، ويعني يمكن ده الحوار الوحيد اللي ممكن تشوفوا فيه ضيفتي الكريمة الأستاذة فريدة الشباشي ما جابتش سيد عبد الناصر. يعني ان حتى يعني أحمد زكي الفنان الكبير كان كاتبها في الأجندة وفي الموبايل فريدة جمال عبد الناصر مش فريدة الشباشي. بس أنا في هنا وأنا في البرلمان عبد الناصر برضه قلت إن أنا ما حبيتش حد قد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. ما احنا قلنا طب ليه بقى ما تجيبوهاش؟ عشان الوقت بس، عشان الوقت. اشمعنى الوقت على دي؟ يعني أنا اصل انت عارفه ان انا يعني ايه دايما بحبك وبعزك والخلاف في الراي نفس الود قضيه يعني. ايوه طب نتكلم بقى في الموضوع اللي حابب الناس. اخبار التجميل معاكي ايه؟ ما بتفكريش واحنا عمالين نتفرج على مشوار كده الصور، ما فكرتيش ليه تلجئي للتجميل؟ وشايف التجميل ازاي؟ بص اقول لك على حاجه، انا بلاقي اولا التجميل، انا كان زمان جوزي يقول لي احنا رايحين مش عارف فين حطي شويه مكياج. فاحنا كنا ساكنين في الدور ال 18 في عماره في شارع رشدي، فكنت احط روجو كده واحنا في الاسانسير او ده عبال منزل يكون راح. انا عندي حاجه شويه مش بتفق قوي مع يعني الحاجات الصناعيه. بتشوف ازاي التجميل اللي بيلجأوا ليه النهارده بعض السيدات؟ انا حزينه لان بصراحه
اما بشوف ناس كتير قوي عاملين التجميل الجديد ده بلاقيهم كلهم زي بعض، كلهم شبه بعض. ايوه شبه بعض وحلوين، ولا شبه بعض ومشدودين بلاستيك؟ شبه بعض في ان الوش مش عارف يعبر ومنفوخ كده، ايه ده يعني؟ مش هو ده التجميل. طب يعني لازم اقول للساده المشاهدين، احنا كنا بنقول في الفاصل سمير خفاجه المنتج الكبير والفنانين المتحدين طلب من سعاد حسني الفنانه الجميله اللي انت قلتيه برضه في الفاصل دي اعظم ممثله، ايوه، انها تعمل تجميل. قالت لك ايه سعاد حسني لما جت جنبي؟ قالت لي فريده جت جري جنبي كده، كانوا عندنا في البيت في باريس. قالت لي مش برضه التجميل بيمنع التعبير، بيعوق امكانيه التعبير؟ انا لقيتها رائعه ومحترمه لانها فضلت لغايه الرعي والنساء وكانت شكلها كبر كده وبتاع، بس ما عملتش تجميل يعني. ما عملتش تجميل؟ لا. فانت شايف ان التجميل ده بيأثر على التعبير، فده ممكن يأثر عليها في ست اعلاميه محترمه جدا وبحبها، بس اول ما بديت اشتغل بعمل حلقات في التلفزيون كانت بتعمل لي ملحوظه ان لازم احط مكياج. قلت لها مكياج ايه؟ هي الناس انا فايته الستين او مقربه على الستين كنت بقى وقتها. قلت لها انا يعني الناس هتيجي تتفرج على جمالي؟ انا سالتك النهارده على دماغي يعني عايزه ميك اب عايزه شعر؟ قلت لي لا 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 طبيعيه احسن. فعلى فكره طالعه كده وانا دش وجايه يعني. قلت لك ايش تعمل المشطه؟ ما انا ما رضيتش. الكوافير بيسالني هي مش هتيجي تعمل شعرها؟ قلت له لا. هقول لك ليه بقى؟ ليه بقى؟ انا رايي ان الناس اللي بتشوفنا النهارده بتسمع كلامي، بتشوف انا بفكر ازاي، لكن افرض انا جميله جدا وبخرف او بهبل. لا انت جميله في الناحيتين، لا داخليا وخارجيا. طب نبدا مع بعض بعض الصور والتعليقات بقى، قولي لي الناس دي اثرت فيك ازاي، تعليقات مواقف. هشوف مع بعض يا جماعه كده مجموعه من الصور، معانا عمر الشريف، معانا شيراك، معانا فاتح الحمامه. طيب نبدا باول صوره. ها ده لواء باقي زكي يوسف اللي انا بعتبره اسطوره في التاريخ المصري، لانه هو اللي اهتدى الى انه خط بارلييف بيقع بيتمسح بالميه بتاعت المطافي، خراطيم الميه الخاصه بالمطافي. طيب نشوف الصوره اللي بعديها. استاذه فايزه ابو النجا من احد وزير الناس التعاون الدولي، سياده الوزيره اللي هي مستشاره الرئيس الامن القومي او كده بكده وزير التعاون الدولي. شايفه كامراه بقى يعني امراه رائعه ومحترمه، التجربه اثبتت نجاحها طبعا. طيب ده بقى فريق مهاب مميش لما كنا في قناه السويس. في قناه السويس نعم. كنت انت حريصه ان انت برغم كان مشوار صعب عليك ان انت تروحي بنفسك تحضري اللي يعني طبعاً. في اثناء الحفر طبعا. طيب الوزيره بحبها قوي نبيلة قوي مكرم. نبيله مكرم، لانها انا بلاقي انها وضعت جسر بين المصريين في الخارج والوطن. يعني حتى دلوقتي كلهم قربوا من مصر يعني، ومشاكل المصريين بصراحه بقى في اهتمام بيها اكتر من زمان بكتير يعني. ايوه طيب هي فكره اقتصاد وعلوم سياسيه يعني. ايوه هي دي وزيره بعتبرها محترمه، مش بس قوي. محترمه الكفاءه بتاعتها ب 100 راجل و100 ست عباقره. الوزيره هاله السعيد نعم تخطيط. يعني دي شوف انت النهارده ماسكه التخطيط، بص احنا واقتصاد وعلوم سياسيه برضه مش بتعرف برضه اقتصاد وعلوم سياسيه، بس بتوع الحقوق كويسين برضه. طب ماشي كان زمان طبعا مفيش وزير بيجي اللي كان حقوق. خالد منتصر، ده خالد منتصر حبيبي وصديقي ومستنير، انا بعتبره شعل التنوير. الهجوم اللي بيحصل عليه في بعض المقالات والتويتات اللي بيكتبها لانه محترم ولانه بيفكر تفكير سليم. ففي ناس كده، هي انا بقول اول ايه في القران الكريم هي اقرا، في ناس قريتها اخرس. ده فاروق حسني ده صديقنا من زمان وليه مواقف حلوه قوي قوي مع علي جوزي. ده في المرسم بتاعه او يعني ده كان في معرض هو كان في باريس؟ لا هنا ده في المعرض بتاعه، ده في المعرض بتاعه ده زمان. محلب محلب رئيس وزراء محلب ده رئيس وزراء كنت بحبه وما زلت بحبه لانه من الناس اللي بتنزل الشارع يعني زي مصطفى مدبولي دلوقتي. طيب ابنك حبيب الجميل قلبي ابني نبيل ابني الوحيد. واللي معاه دي زميله معاه كانت في فرانس فان كاتر. طيب قبل ما انسى يعني انت عايشه لوحدك؟ لحسين فهمي
شفته قلت له تعالى انا هتنازل واتصور مع واحد اقطاعي. حسين فهمي لسه بيقول لك انا 81 سنه وفخور ان انا لا ده جميل جميل اه 81 سنه بس غير بقى ان هو بشواته بهوات ده استاذي محمد حسين اللي ملوش مثيل في كفاءة ولا في السمعة ولا في العلاقة ولا حاجة. أستاذ محمد حسن بتتقبلي النقد يعني لو حد قالك إن هو يعني هو أفسد النظام بشكل معين؟ أفسد مين؟ أفسد كان بيكتب حاجات معينة انقلب على السادات فترة معينة يعني ما انقلبش على السادات هو كان ناصري والآخر يوم هو ناصري يبقى انقلب على مجموعة اللي انقلبوا على عبد الناصر وراحوا مع السادات على أيوه هو ساند أنور السادات في القضاء على مجموعة مايو مش هو كان مؤيد السادات في القضاء على محمد فوزي ومحسن لا غلطه منه غلطه منه يعني بتعترف ان في اخطائه شوف هنا احمد زكي حبيبي والشاعر المحترم سيد حجاب سيد حجاب طب اللي بعده فاروق حسني انا شايف برضه فاروق حسني ويسرى طيب اللي نشوف اللي بعده وكان مين برضه احمد زكي مجسد عبد الناصر شفتيه وعادل امام ده عادل امام عادل امام كنا بنشوف بعض كتير في باريس وكان بيندهش لما الناس تيجي تهجم عليه دي الصوره دي في باريس اما الناس تيجي تقول الله هو ده كان فاكر ان هو بقى في باريس مش هيبقى معروف فطبعا كل الجاليه العربيه كانت بتجري عليه ما استغربتيش ان احمد زكي يعني كان كاتب في الاجنده ده محمود درويش فريده طبعا فريده جمال عبد الناصر ده كان مش في الاجنده في الموبايل. على الموبايل بتاعه وكاتب وقام بدور عبد الناصر وقام بدور السادات شفتيه ازاي هو بيجسد الشخصيه شفته في دور عبد الناصر روعه في دور السادات قلت له انا مش هو بعت لي ده جاك شيراك بعت لي الفيلم على بتاع ده ما قدرتش اشوفه ليه؟ كرها في الشخص نفسه طيب نشوف بعد كده محمود درويش برضه نور الشريف مش كده؟ نور الشريف نور الشريف في النص طيب نور قلت له احمد مظهر رفض يعمل الدور بتاع كمال الشناوي لا هو رفض عشان هو كان من الضباط اللي مع مجموعه الضباط الوحيد الروايه الوحيده له اللي كتبها سمعي يعني سمع ما تحققش من جملتي الاخيره لحضرتك وائل لطفي كاتب الاسبوع الماضي الازمه الخاصه بالمجتمع المصري ازمه النخبه هل النخبه المصريه بتعيش ازمه هل احنا ازمه النخبه تتفق بص هقول لك على جمال عبد الناصر انا اتحدى ان حد يقول لي كلمه ثناء قلتها في السادات او في مبارك او في مرسي انا اللي حبيته في السيسي انه قال حاجه رجعتني لعنصر من عناصر الناصرية إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى أنا عايزة كده مهما دفعت ثمن تمام لكن ما بقاش أنا 99% من الأوراق في إيد أمريكا لا معلش يعني دي ما قبلهاش يعني برضو يعني أستاذ فريدة طبعا متأثرة بأفكارها فنلف نتكلم في أزمة النخبة نرجع على طول على عبد الناصر انا بشكرك جدا نورتيني وشرفتيني واتعشم في لقاء شهري ارجوك بس عايز اقول لك على حاجه ان الاخوان كانوا بيقولوا ان انا عميله عبد الناصر عميله قلت لهم ما بقاش عميلته ازاي ده كل شهر بيبعت لي من الاخره ظرف وانا قلت يمكن تكوني من ضمن الورثه ولا حاجه من حب في عبد الناصر بشكرك جدا بشكر الاديبه والمفكره والصديقه والاخت الغاليه بالنسبه لي النائبه البرلمانيه فريده الشبيش نورتيني مره ثانيه وكل سنه وانت طيبه ربنا يخليك مشاهدينا الكرام حلقتنا النهارده ان شاء الله هتتم اعدادها غدا في السادسه والنصف صباحا انتظرونا غدا ونجوميه فوق السبعين مع الفنانه ليلى عز العرب قضايا خطيره جدا ازاي ممكن الواحد في المرحله السنيه الخطيره دي يغير مجرى حياته وينجح بدروس اكيد مستفاده بقضايا خطيره جدا جدا هي محبه للحياه فبكره كده هنحب الحياه مع ليلى عز العرب مع تحياتي انا احمد عبدو